الآن مشاهدينا الكرام إلى جولة اقتصادية في نشرتنا، نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا نوى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر. وخلال الجلسة تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية ومؤشرات القطاع المالي عالميا في ظل استمرار سياسات التجديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية، إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر. وكانت أولى جلسات المنتدى الفكري للمركز قد انطلقت في ديسمبر الماضي كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذي القرار. شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية EMO والتي تنعقد بمقر المنظمة بلندن. تهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كافة القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية والأمان الملاحي لسفن الأسطول البحري العالمية. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات الهامة التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية في المجتمع الملاحي الدولي، من بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية تكثيف الجهود في استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج البترولي بمصر لازال لديها الكثير لتقدمه. وأوضح الملا خلال الاجتماع الموسع لشركات الإنتاج البترولي بحضور مسؤولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت بالصحراء الشرقية سوكو، أن التواجد في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ. أكد المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر السفير هشام بدر أنه يتم تنفيذ المبادرة بمحافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثر التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها. جاء ذلك في كلمة السفير هشام بدر الافتتاحية للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال الاجتماع الخاص الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتعرف على هذه المبادرة بحضور شركاء التنمية وممثلي عدد من الدول العربية. أضاف السفير هشام بدر أن المبادرة نموذج يحتذى به في العالم باعتبار أنها نابعة من المواطن المصري وليس من الحكومة، وأن المشروعات التي تتضمنها المبادرة تتضمن حلولا للتحديات القائمة. النهاردة عقدنا الاجتماع بناء على يعني رغبة الجامعة العربية في نشر الوعي بهذه المبادرة، لأن يمكن يكون استخدامها أو الاستفادة منها من الدول العربية الأخرى الشقيقة. بالتالي قمت بعرض المبادرة والنجاح اللي حققته مصر في كوب 27 من خلال أن هذه المبادرة الأمم المتحدة قالت أنها من أنجح المبادرات، وكان فيه اهتمام من الدول العربية بهذه المبادرة والاستماع لنتائجها وكيف أن مصر نجحت في مبادرة غير مسبوقة عالميا انها تعرض مبادرة لل 100 مليون مواطن انهم يقدموا مشروعات خضراء وذكية، مشروعات بتخدم البيئة، مشروعات بتقلل الطاقة، مشروعات بتقلل انبعاثات، مشروعات بتعيد المخلفات استخدام المخلفات هكذا، ومشروعات قدرت تقدم حلول. يعني الفكرة الكلمة السحرية
ان هي بتقدم حل لتحديات مجتمعيه وحليات محليات، فهي مبادره ليس فوقيه من فوق لتحت، لكن بتنبع من المواطن. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب. هبطت العقود الأجلة ولخام برنت بنسبة 1.75% لتصل إلى 72.42 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.84% لتصل إلى 68.18 دولار للبرميل. كما تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى $2.26 للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.84% لتسجل نحو $2.39 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شناينر أن عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة صافر الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر إلى سفينة أخرى ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة. أحذر المسؤول الأممي شناينر من حدوث تسرب نفطي من صافر كونه سيؤدي إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى أثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الحياة البحرية في البحر الأحمر. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وريهام لتكمل ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة.